متابعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل خير. تحب رياح نشطة هذا اليوم في العاصمة عمان مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27 والرطوبة منخفضة. أما الرياح تكون نشطة السرعة، تكون غربية الاتجاه مع 40 كيلومتر في الساعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. أربد رياح نشطة 30 إلى 16، المفرق حدود 30 إلى 17، جرش 30 إلى 17، وعجلون 29 إلى 15. المنطقة الوسطى البلقاء 31 إلى 19، الزرقاء 31 إلى 18، العاصمة عمان 28 إلى 18، هدبة 29 إلى 18، والبحر الميت 37 إلى 23. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 17، طفيلة 31 إلى 18، معان 31 إلى 19، والشوبك 28 إلى 18، أما العقبة 41 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رياح نشطة وتربة مثارة، الأزرق 35 إلى 20، الصفاوي 34 إلى 20، ورويشة 36 إلى 20. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.